هي دي المشاركه الثانيه لينا. احنا كنا موجودين في الدوره اللي فاتت من المعرض، وطبعا مهمه جدا ان احنا نكون موجودين في المعرض ده. كل السبلايرز، كل المقاولين، كل الناس اللي هي المشاركين، ستيك هولدرز كلهم موجودين هنا، بيعرضوا خبراتهم وبيعرضوا المشاريع اللي مشاركين فيها. طبعا مهم بالنسبه لنا ان احنا يعني كاحد البلايرز اللي موجودين في المنطقه او في الخليج او في اوروبا، كل الكلاينتس بتوعنا سواء من هنا او من بره برضه موجودين معانا هنا اهون. في الوزاره برضه نفس الكلام، وزاره النقل في مصر. احنا ستودنت اكتيفيتي نشاط طلابي بقى لنا اكتر من 10 سنين موجودين في فرع شيراتون بالذات. احنا التيم موجود دلوقتي في 50 طالب وطالبه، كلنا مقيدين جوه الاكاديميه. احنا الهدف بتاعنا والتارجت بتاعنا في التيم ان احنا بنطور انظمه طيران غير مأهول. الحمد لله السنه اللي فاتت قدرنا ان احنا نشارك في اكبر مسابقات في العالم في مجال الطيران يعني، وكنا في اكبر مسابقه في العالم اللي بتتعمل في امريكا كل سنه، كنا احنا الفريق الوحيد المشارك من الشرق الاوسط وافريقيا. دي المشاركه الثانيه لينا. احنا شايفين ان المعرض هو حاجه كويسه جدا ان احنا نتعرف على الناس، الشركات الاخرى، ونتعاون مع الشركات الاخرى، ونشوف الشريك الاجنبي اللي قدمته الوزاره لينا السنه دي نقدر نستفاد منه بايه، من خبرات ومن معدات ومن شكل التعامل نفسه مع الناس والعلاقات العامه بين الشركات عامه يعني. فهو المعرض لا هو حاجه كويسه جدا. نشكر الحكومة المصرية على إعطائنا الفرصة، فرصة المشاركة بالمعرض. فمصر لها تعداد سكاني كبير وهي سوق واعد لنا، وبالفعل نقوم بتنفيذ عدد من المشروعات في السوق المصري، ونتطلع أن نتوسع أكثر في هذا السوق المهم لنا بالتعاون مع الحكومة المصرية. معرض ترانزمية طبعا من أهم المعارض، بنقدم فيه نسبة التصنيع المحلي زادت أكتر من 90% في جميع منتجاتنا، سواء المنتجات الإلكترونية الداخلية للبرودكتس أو المنتج، أو المنتجات الصناعة الثقيلة. زي عندنا مصانع مهمة جدا في الهيئة، احنا أكتر من 15 مصنع، من أهم المصانع التابعة لمجال النقل هو مصنع سيماف اللي بيقدم صناعات ثقيلة جدا بعدد تكنولوجية هائلة. دي مش المشاركة الأولى لينا، دي المشاركة الثانية. احنا طبعا حريصين ان احنا نشارك في كل المعارض اللي بيبقى فيها دايما الشركات المصرية والشركات الأجنبية بتكون موجودة. ده أكيد بيتيح لنا فرصة كبيرة زي ما حضرتك ذكرتي لمعرفة الأبديتد اللي موجودة كلها في مجال الكونستراكشن ومجال التخصصي اللي احنا متخصصين فيه، خصوصا مجال الترانسبورتيشن والأنفاق.